السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بخير بناتي أولادي الأعزاء، حفظكم الله تعالى. نناقش اليوم قضية تهم مجتمعنا، بل أنها أركت مضجعه. بإذن الله تعالى نحاول أن نحلحل هذه القضية وهذه المشكلة، عسانا أن نتجنب أثرها. وخير ما نبدأ بهذه الجلسة المباركة آيات من القرآن الكريم تتلوها الطالبة أسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله العظيم. إذن هل نحن استخدمنا شبكة الإنترنت لاستخدام أمثل في مساعدتنا أم في تدميرنا؟ عسانا إن شاء الله نستطيع أن نحلحل هذه القضية ونساهم ولو بخطوة واحدة تجاه حل أو مواجهة شيء يقتلنا جميعا، بل يقتل دولنا وأمتنا. الشيء الذي جعل لراحتنا ها هو يطوق أعناقنا، لا ليعبر عن حبه لنا بل ليقتلنا. لتتفضل السيدة تولين لتقدم هذه القضية وبعض مداخلات على الآثار والمخاطر التي تواجهنا يتخلل ذلك بعض الحلول. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وبعد. فقد أرشد الله الإنسان إلى عديد الوسائل التي أراحته بعد تعب، وأمنته بعد خوف، وأسعدته بعد حزن، وعالجته بعد مرض. بيد أن الإنسان بعد أن أرحته الحضارة صنع من كل وسيلة نافعة سلاحا فتاكا، وكأنه يساعد الزمان على بني جنسه. ولسان حاله يقول: كأن لم نرضى فينا بريب الدهر حتى أعانه من أعانا، كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. لقد أنفق أجدادنا آلاف بالملايين السنوات في صناعة الرفاهية بحضارة ورثناها، وطور مبدع عصرنا الكثير فيها حتى باتت لنا العقبات خاضعة. وما إن استلمنا كل هذا نعم حتى ملنا إلى الراحة وانصرفنا عن حسن الأدب إلى كل. إن شبكة الإنترنت التي سهلت وصول المعلومات إلى الصغير والكبير باتت هي ذاتها مصدر الخطر وطريق الشر. وفي هذا المجلس المبارك نحاول الوقوف على أخطارها وطرح الحلول لمواجهتها، مع الحرص على الانتفاع بميزاتها. شكرا لبنيتي، حفظك الله تعالى. والآن دورنا مع سرد بعض الأخطار التي يعني قدمتها شبكة الإنترنت لنا، وإن لم تصنع هي للأخطار ولكن نحن حولناها سلاحا يقتلنا بدل أن يساعد. فلنبدأ بمداخلة بهذا العنوان تقدمها بنيتي، تفضل. تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الثقافة الاستهلاكية. أحدثت تكنولوجيا الإنترنت تغيرات جذرية في طرق التواصل الاجتماعي وممارسة الأعمال التجارية في المنطقة العربية منذ أن أضفي عليها الطابع التجاري والمؤسسات في تسعينيات القرن العشرين، حيث تعتبر الإنترنت أكثر الابتكارات أهمية في القرن الواحد والعشرين، والأداة التي تمنح قطاعات واسعة من المجتمع فرصة متساوية للنفاذ إلى المعلومات والموارد. ولم يقتصر تأثير تقنيات التواصل الاجتماعي على الأفراد في المنطقة العربية الذين باتت نسبة كبيرة منهم تعتمد عليها في إتمام تواصلها ونشاطها الاجتماعي، بل كان الأثر أكثر عموما، حيث تأثر الاقتصاد بتقنيات التواصل الاجتماعي في جميع القطاعات تقريبا،
وتقود الأعمال التجارية على الإنترنت النمو الاقتصادي عالميا، كما بدأ الإعلام الاجتماعي بخلق فرص تنموية واقتصادية جديدة عالميا وعربيا. وكما ساهمت هذه التكنولوجيا الجديدة في تنشيط وتحريك قطاعات عديدة، حيث أن الدول والمنظمات التي أجادت استعمالها في سياستها التسويقية حققت أرباحا هائلة منها. ولم تكن المنظمات المستفيدة الوحيدة من هذه التكنولوجيا، بل الأفراد أيضا حققوا منافع خاصة بهم، حيث أنها تعتبر وسيلة منخفضة التكاليف. الثقافة الاستهلاكية ظاهرة عالمية لا تقتصر على مجتمع بعينه أو فئة بعينها من الناس، ولكنها بفضل الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي وما تبثه من إعلانات جعلت من الاستهلاك ظاهرة عامة بين معظم الطبقات والشرائح الاجتماعية. وعادة ما توصف المجتمعات الرأسمالية المعاصرة بأنها مجتمعات استهلاكية، فقد تحولت هذه المجتمعات إلى الاستهلاكية بعد أن نجحت في تحقيق طفرة في الإنتاج، فازداد حجم المعروض من السلع وتحول الإنتاج إلى هدف في حد ذاته، الأمر الذي أدى إلى تكدس للسلع ووفرة في أنواعها. وفي إطار هذه العملية أصبحت الدعوة إلى الاستهلاك تمثل جزءا من العملية الإنتاجية، وانتشر الميل إلى الاستهلاك وشملت المظاهر الاستهلاكية كل شيء، وأصبحت تسيطر على كل تصرفات الأفراد وسلوكهم تجاه السلع وطرق إشباع رغباتهم منها. واندمج الإنسان في هذا المجتمع الجديد إلى درجة أنه لقب الإنسان المستهلك. إن طفرة الاستهلاكية التي أحدثتها وتدفعنا إليها وسائل التواصل أشد خطرا على شعوبنا من الأمراض والحروب، بل هي أيضا أشد خطرا من الجهل على الأمم، فهي تأكل نتائج شعوبنا وتنفس مدخرات الآباء والأجداد، فهل من حلول؟ بارك الله لك بنيتي، حفظك الله تعالى. أول خطر قدمته زميلتكم أن تقول إن شبكة الإنترنت بما تقدمه من إعلانات من صور نمطية تعلن في كل وسائل التواصل الاجتماعي أن الشراء بات هو الشيء الممتع الوحيد في الحياة، دفعنا نحن أنا الفقير والغني إلى الشراء بغض النظر عن حاجتي. هذا يأكل مدخراتنا. أنا عندي سيارة، لكن سيارة جديدة نزلت سأشتريها، أنا عندي هاتف، وأنتم كلكم يمكن عانيتم من ذلك، عندي هاتف لكن أريد الهاتف الجديد، بل إننا بتنا نحجز الهواتف الجديدة قبل أن تنزل إلى الأسواق. هذا يأكل كل مدخراتنا إن لم يكن بالاستدانة كمان. هل هذا فكر يبني أمة؟ هل من حلول لديكم بنات العزاء؟ تفضلي بنيتي ارفعي صوتك قليلا. طبعا التوعية مهمة جدا. نعم. ممكن تكون التوعية من الأهل، من المعلمين أو أيضا من الأصدقاء. نعم. فصدقت المقولة التي قالت قل لي من تخالل أقول لك من أنت. يعني أنت تريدين أن تقولين أن الصداقة تجر إلى الشيء تؤثر جدا وتؤثر إيجابا على نفي هذه الثقافة الاستهلاكية المضطربة، صحيح؟ نعم بالتأكيد. جميل جدا هذا الكلام، جميل جدا. مكاسب وسائل التواصل الاجتماعي: ضرب للقيم، قتل للابتكار والإبداع والبحث العلمي. يمكن للمؤثرين في شبكات التواصل الاجتماعي جني أموال طائلة على منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإنستغرام، لكن ذلك يتوقف على المتابعين وعدد المشاهدات التي يحظى بها المحتوى الذي يقدمونه. نشر موقع CNBC تقريرا حول عدد المتابعين الذين يحتاجه المؤثر في شبكات التواصل الاجتماعي من أجل كسب $100,000 شهريا. ومثل هذه التقارير والمكاسب التي يعلن عنها كل ثانية من قبل أصحاب القنوات على منصة يوتيوب وغيرها ملكت على كل الفئات في عالمنا العربي عقله، فما عاد شبابنا يفكر إلا في كيفية الوصول لمرحلة تحقيق المكاسب من قنواته على يوتيوب. كل ذلك يعرض المؤسسات التربوية في عالمنا العربي إلى ضغوط جبارة نتيجة توجه عقول الأبناء إلى مرحلة الثراء السريع وخروج أولوية التعليم والابتكار والإبداع من حسابات شريحة كبيرة من الطلاب. لقد بات الحديث لا ينقطع بين أوساط الطلاب وجيل الشباب عموماً، كم عدد متابعيه على إنستا وكم عدد المعجبين على يوتيوب وكم حقق من مكاسب مالية. كل ذلك دفع شبابنا إلى تسخير قدراته وقواه لتحقيق حلم الثراء السريع.
ومن منبرنا في المدرسة العالمية الخاصة نطلق صرخة لكل مسؤول عن النظام التربوي إلى مخاطر فتح مكاسب شبكات التواصل الاجتماعي على شبابنا في المدارس والجامعات، فقد باتت هذه القنوات حلم الشباب في تحقيق أحلامهم وتناس حاجة أمتهم العربية لهم في سد الفجوة المعرفية والتوجه إلى الابتكار والمساهمة في الإنتاج وتمسك بهذه الوسائل الملعونة وكأنها الأمل. فهل من حلول؟ أليس هذا واقعا؟ أليس هذا واقعا؟ رأينا آلاف، بل لا نجاوز القول إذا قلنا ملايين القنوات التي يوميا دورها أن تجذب صانع محتوى تافه لتقدمه إلى مجتمعنا حتى تصنع فقاعة كبيرة اسمها انتهوا عن الدنيا وهمها واذهبوا إلى الانترنت واحصلوا على المال بسهولة. الحل هو نشر الوعي الكافي الذي يجعل من عقول الطلاب عقولا تستوعب مخاطر ومكاسب شبكات التواصل الاجتماعي. نعم. لأن المبالغ الطائلة التي يجنيها الناس من مواقع التواصل الاجتماعي تجعل الشخص يسعى إليها بدون الاكتراث إلى عقيدته الدينية ولا مبادئه الأخلاقية. نعم. فذلك يؤدي إلى كارثة في دين وأخلاق الطالب. مكاسب الإنترنت ومخاطره على التعليم. لا ينكر أحد أن شبكات المعلومات الدولية قد قدمت للمؤسسات التربوية والمتعلمين خدمات جليلة بإتاحة المحتوى على كافة قنواتها ووسائلها، وهو ما سهل على الدارسين الوصول إلى المعلومة بشكل أسهل وفي أسرع وقت. وعلى الرغم من هذا الوجه الرائع لشبكة الإنترنت، فإنها قد ساهمت في تقديم المحتوى الترفيهي الذي دفع كل الأجيال إلى تضييع معظم وقته في تصفحه، فشغلتهم عن المحتوى الجيد المتاع على صفحاتها. إننا في عصرنا نلاحظ إقبال الطلاب على التعليم والكآبة على وجوههم، وما ذلك برأينا إلا لوجود ما يدفعهم بعيدا عن الدراسة والتعليم، ويؤكد ذلك ما يمارسه الطلاب والطالبات في بيوتهم وأوقات راحتهم من الانفراد بالهواتف ومطالعة شبكات التواصل بلا انقطاع. وبعيدا عن الأثار العامة لشبكات المعلومات، فإن استخدام تطبيقات الإنترنت في التعليم قد تؤدي إلى بعض المخاطر نجزها فيما يلي. كشفت بعض الدراسات أن شبكات التواصل الاجتماعي تزيد من مستويات الغرور والنرجسية. ثانيا، قد تزيد شبكات التواصل الاجتماعي التركيز الفردي على الذات. ثالثا، أيضا زيادة الاتصال على شبكات التواصل الاجتماعي قد تشوه علاقاتنا معا وتزيد من الشعور بالعزلة. رابعا، تزيد من شعور الأفراد بعدم الرضا عن الواقع بعد مقارنة أنفسهم بالآخرين. خامسا، تفقد المتعلمين الاتصال الحقيقي مع أفراد المجتمع. جيد جدا، وهذا بوركتي بنيتي على مداخلتي. هذا بالنسبة لو إن احنا قلنا المكاسب الانترنت وصناعة المحتوى التافع على الانترنت له أثر اجتماعي ما عالجناه فيما سبق، بس له أثر خطير جدا على التعليم. تمام، لأنه بالمقام الأول نحن الطلاب، فيؤثر على مستوانا أولا، ثم يؤثر على السيطرة على عقول هؤلاء الطالبات والطلاب ثانيا. تمام، فهذا تكملة لما قد عرضناه سابقا عن مكاسب الانترنت وأخطارها على القيم والإبداع والابتكار والتعليم أيضا. تمام، عسى أنه بإذن الله تعالى نرى هذا الحلم واقعا، أن مكاسب الانترنت كلها وإن صدرت ستصادر. تمام، عندها ستجد الناس ينصرفون إلى الخير والتعليم بعيدا عن هذا الحلم الزائف. تمام، فلسنا في حاجة إلى تلقي حلول، احنا تلقينا حلول لمكاسب الانترنت سابقا. بنتي شكرا جزيلا لك على مداخلتك. اخيرا، ما قد بدأنا به سابقا، اثر شبكة الانترنت على العلاقات الاجتماعية. تمام، وهذا اللي عالجه الفيديو الاول، عسى ان شاء الله تضيف لنا بنيتي. تفضل. على العلاقات الاجتماعية، كثيرة هي المعوقات التي تمنعنا عن دورنا الاجتماعي والتواصل مع محيطنا، لكن شبكة الانترنت هي أكثر المعوقات التي تمنعنا عن الاندماج في المجتمع والتمتع بالدفء الاجتماعي المطلوب. ودليل على ذلك، فكلنا بالاستثناء ما يجد فراغا إلا تطيش يده إلى الهاتف، بل قد ينفض النوم عن عينيه فلا تصل يده إلى الهاتف، بل قد يهمل إلقاء التحية على والده منشغلا بهاتفه.
ولا نحتاج مزيدا من الأدلة نؤكد على الأثر السلبي على شبكة الإنترنت على حياتنا، فالواقع يبرهن على ذلك بيد أننا بصدد رصد الفئات المتأثرة، فالطفل ينشغل بهذا المحتوى المتجدد البراق لدرجة أنه بات منعزلا عن كل المجتمع بهذا المحتوى، فينطلق هذا الطفل في المجتمع وقد تسلح بعادات وتقاليد مغايرة للسائد فيه، فلا نستغرب إذا أصبح هذا الطفل شابا يمثل درجة عداء لمجتمعه كله. السادات والسادة، لقد طال طيف الإنترنت وأشعتها الضارة متانة أسرتنا، فبات الوالدان منشغلان عن أطفالهما لدرجة جعلت من شبكة الإنترنت مربية لهم وغاب دور الأمر، فلا نستغرب إذا خرج علينا هؤلاء الأبناء بعادات مستوردة غريبة أو أخلاق محطمة هجينة غريبة. الحضور الكريم، لا نبارغ إذا ادعينا أن شبكة الإنترنت قد قتلت مجتمعنا، والشاهد على ذلك ماذا لو نظرنا أو عرضنا أسرة تجلس بالمساء في اجتماعها اليومي، فستظهر الأم وقد تعبت يدها من تقليب صفحات الإنترنت، وكل الأب هو المعلومات التافهة الكثيرة التي انغمس فيها ناسيا أولاده ودوره الأبوي، ولكن الأولاد فرحين بهذا الوضع الغريب وأطلقوا يدهم تغوص في شبكة الإنترنت لتخرج ما كله مسلي ممتع ومسلي بغض النظر عن الأخلاق والقيم الاجتماعية التي يجهلها المجتمع. هذا اللمح والخطر الأكيد الذي نلمحه في بيوتنا، لا أستثني نفسي، تمام؟ فأنا أقاتل حتى أبعد الهاتف عن أبنائي. أستاذ، ليس هناك صحيح بأن هناك سلبيات كثيرة للهواتف والأجهزة الإلكترونية، ولكن لديها إيجابيات أيضا، فعلى سبيل المثال إذا كنا بعادا عن أقاربنا بإمكان التواصل معهم. هذا شيء جيد، بس يستهلك دقائق في اليوم، صحيح؟ وكذلك التطلع على المعلومات، في الزمن القديم كانوا يسافرون فقط من أجل حصول العلم، أما الآن بضغطة زر واحدة بإمكاننا أن نملأ بالمعلومات. هذا الكلام جيد، كلنا نعمل، صحيح؟ أنا بعمل في مدرسة 8 ساعات، صحيح؟ بس لما أروح البيت أتمنى أن يكون الجو خاليا لابني حتى أربيه. ماذا لو أنا بستخدم الهاتف عندي في الدوام ببحث عن شغل، تمام، بس ببحث عن معلومات عشان أعد الحصص، كلام جيد جدا. طب بس وقت أسرتي، متى أربي ابني إن أنا انشغلت بالهاتف في البيت؟ هذا هو مكمن الخطر. زمان كان عندنا طبقة اسمها الأرستقراطية، كان ولادهم بيتصرفوا كأنهم في مسلسل، يعني بحساب جدا، له جلسة معينة ومشية معينة. لماذا هذا الشيء؟ لأنه هذا الوالد كان ما منشغل بالرزق، وكل وقته مسخره لابنه بالبيت، كيف يمشي، كيف يأكل، كيف يتكلم، لما يتكلم البنت مع رجل آخر ما المسافة التي يعني كل خطوة ينقلها له. أما وقد بات يعني البشر أغلبهم مشغولون أو منشغلين بالعمل، فالوقت الفارغ لتربية الأولاد ضاق جدا، ضاق جدا. في دولتنا منحتنا 3 أيام، هذا الشيء ليس للرفاهية، حتى أعمل في بيتي فأربي ابني فأخرجه صالحا، تمام؟ في هذا الوقت أترين أنه من المنطقي الدولة توفر لي 3 أيام أجازة وأنا أقتلهم في الهاتف ولا مع الولد؟ الولاد أنتم تحتاجون وقتا طويلا، وقتا طويلا جدا، أكثر من المتاح للأب والأم، فليس من المنطق أن نقتله في هاتف، تمام؟ أنا لست أعادي هاتفا ولا أعادي الأشياء التي سهلها في حياتنا ولا شبكة الإنترنت، أنا معها 100%، ولكن أنا أريد أن أضعها في المكان السليم. مثلته في وقت العمل، اعمل لنفسك كأنه وقت عمل، أنا أبحث عن في الإنترنت في كذا، فوق الوقت ده لن تطيش يدي إلى هاتف، لن آتي بجهاز إلكتروني أبدا. هذا ما نسعى إليه في شبابنا. أنا مثلت في بعض حصصي الأمة وأنتم، الدولة وأنتم، يعني أنتم ستحملون هم دولكم عما قليل، صحيح؟ نحن حالنا كحال من تحت الأنقاض في الزلازل، نحن كأم يستغيث بأبنائه وبناته حتى يبدع ويبتكر. أفوين انشغلوا بهاتف، هل يبدع وهل سيبتكر؟ طيب تتركون نموت أم تبدع وتبتكر؟
عافاكم الله ورزقنا ثمرة أيديكم بإذن الله تعالى. هذا ما أحببت أن أنبه إليه وأشارككم إياه، ولشاركنا السيد معاذ بمداخلتي. تفضل. لا شك في أن الإنترنت وفر علينا الكثير من المعاناة، من ضمنها التواصل، من ضمنها إيجاد معلومات وتناقل المعلومات بيننا وبين الأشخاص الآخرين، لكن التناقل السيء للمعلومات والاستخدام السيء سبب أن اهتمام الإنسان بالمعلومة قل من 15 ثانية في 2010 إلى وضعنا الحالي إلى 9 ثواني. يعني اهتمامك أنت المعلومة مجرد 9 ثواني، أنت مجرد ما تشوف معلومة استيعابك ليها بيكون 9 ثواني، تمام؟ فطبعا ده قلل من استيعابك لأي معلومة، بقى مجرد ما تمسك كتاب أنت مش عايز تمسك كتاب، لأن استيعابك لأنك تفضل بص للكتاب أكتر من ربع ساعة بس عشان تحفظ جزء صغير منه بقى شبه مستحيل. ده كله من السلبيات بتاعة الاستخدام، مش من سلبيات الانترنت. نعم. الانترنت ليه فوائد ضخمة. نعم. ليه فوائد في تناقل المعلومات، فوائد في الطب، فوائد في الهندسة، فوائد في كل المجالات، لكن الاستخدام. الحضور الكريم، في ختام هذه الجلسة المباركة لا يسعنا إلا تقديم الشكر لكم مع تذكرة بأهم التوصيات لمواجهة مخاطر الانترنت على أمتنا. نوصي بوقف أو تهميش مكاسب وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يندفع شبابنا إليها ويعضوا عن البحث والعطاء. نوصي الأسر كافة بتحديد موعد تصفح شبكات التواصل على أن يمتنع الجميع عن مطالعتها خارج حدود الوقت المحدد. السلوك الاستهلاكي أضحى به خلل واضح، فهذا الشاب يشتري هاتفا سعره يفتح مشروعا، فعلينا أن نتعلم ثقافة الشراء على قدر الحاجة والمصلحة لا للتفاخر. يجب أن نعمل جميعا على عدم فتح قنوات لشبابنا على وسائل التواصل التي لا تعود عليهم بالفائدة، بل لا تعود إلا بالضرر البالغ، والخاسر الأمة كلها. الصداقة الحقيقية هي البديل للصداقة الإلكترونية الزائفة. دمتم بخير، مع تحياتنا. الشكر موصول لكم بناتي الأعزاء، شاركتم بما أثر هذه الفكرة ودعمها، حفظكم الله تعالى. أراكم على يعني مراكز التكريم في كل الجوائز العالمية العلمية لا التواصلية. لست عدوا للتواصل ولكن عدوا لمخاطر التواصل. بوركتم وحفظكم الله تعالى. أحضرنا 5 جوائز للمشاركات. تفضلت لي. تفضل الدكتورة هاجر. أنا مسميها على اسم دكتورة هاجر سعد الدين لأن صوتها كبير، وهي دكتورة لين، وهي دكتورة لين، هي تحب دائما اسمها. وأنا والله يعني أتمنى أن تكون ابنتي يعني بنفس سمتها وأخلاقها وعلمها، ما شاء الله عليك. شكرا. تفضل يا أستاذة ملك. أستاذة عهد. بوركتم بناتي وحفظكم الله، وأسف إذا يعني قد أخذت وقتا من حصصكم. حفظكم الله تعالى والسلام. ختام، لا تنسوا أن تنشروا بعض خير حصلنا عليه وطالته يدنا إلى يدنا إلى الآخرين، والسلام.